أول شيء بدي أضمن أن يكون حضوري بالعمل موجود بشكل منيح. كثير شخصيات بأعمال تاريخية تمنيت تكون موجود، بالتالي هو نفض إيده وقال هذا مو من فريقنا وما بيتلائم مع ظروفنا ومو متقبل لطريقتنا. بدنا نقول يا ميت اهلا وسهلا بالاستاذ وضاح حلونو معنا عبر ليالينا. يا مرحبا، اهلا وسهلا. يعني نورتنا كثير، هذا اللقاء المنتظر صار له كذا شهر حتى نسقنا هذه المواعيد. اول شيء بدنا نطمن عن صحتك، ان شاء الله كل امورك تمام؟ الحمد لله كله تمام ان شاء الله يا رب على طول. استاذ وضاح، يعني لنحكي بالبدايه بالاعمال الفنيه اللي حضرتك انجزتها، كان لك كذا ظهور بهذا الموسم الرمضاني بعد فتره من التوقف يعني غير الكلي، بس كان ما كان نفس الزخم. راضي عن هاي السنة؟ يعني انت حسيت حالك مبسوط مرتاح بعد هاي العودة اذا فينا نسميها؟ هلا مبدئيا بالدرجة الاولى هو احسن من السنوات الماضية. في ظروف عدة لعبت دور باني انا ما اكون ظهوري وحضوري كثيف في السنوات الماضية، قلت لك لعدة اسباب، بس هاي السنة احسن من السنوات الماضية. هي من حيث التواجد بالأعمال. راضي، ما في ممثل بعتقد بيرضى بشكل كامل ومطلق عن الشيء اللي عم يعمله، إلى حد ما ماشي الحال الحمد لله. حلو هذا الكلام. بمسلسل من اللي عملتهم كنت عامل شخصية أنك أنت حدا مسؤول بالمجال الإعلامي، وكنت عم تلعب يعني شخصية إنسان متواجد بمجتمعنا السوري. برأيك قديش اسقاطها صح على مجتمعنا؟ هي فعليا موجوده ولا كنتوا عاطينا حد الاكستريم اعلى من الموجود بالمجتمع؟ على فين احنا عندنا هيك شخصيات بمجال الاعلام؟ فكره انه انت تدخل حدا بواسطه وهالقصه. هلا هو اولا المسلسل ضيوف على الحب، تاليف سامر اسماعيل، سامر محمد اسماعيل، واخراج فهد ميري، انتاج مؤسسه. شخصيه حيان، شخصيتي هي موجود منها، ما بعتقد كانت مقحمة ولا مبالغ فيها. في نماذج هيك بشكل من الأشكال، وانت بتعرف وانا بعرف، مو بالضرورة كل الموجودين بهذا المجال هيك، بس موجودة هيك نماذج ولو بقلة. اذا بدنا نسقطها على مجال التمثيل، كمان موجود هيك نماذج اليوم؟ في اصحاب شركات يتعاملون نفس الطريقه، بيتعاملوا بنفس الطريقه. طبعا في عندنا اسماء معروفه، ما راح نقول اسماء هلا، يعني من المنتجين المهمين بيتعاملوا بنفس الطريقه، اخذينا يعني شيء له علاقه بالتجاره، شيء له علاقه بالتسلايه، شيء له علاقه بفرض حضور معين بالاضافه لاعمالهم الاخرى. فموجود هذا النموذج حتى بالوسط الفني. حلو. طيب اليوم لنحكي بحالات الأستاذ وضاح اللي هو متعرض بمرة من المرات انه هو يعني اذا نحكي بالكلام العامي صار مشكلة بينك وبين منتج وما عاد جابك على اعمال. صارت بمرة من المرات؟ صارت باني مو مع هو ما عاد جابني، انا صرت اعتذر وبالتالي هو نفض ايده وقال هذا مو من فريقنا وما بيتلائم مع ظروفنا ومو متقبل لطريقتنا. تمام. فهو بطل يطلبني بالمقابل. طب ما لا اكيد انت بدك ترفض مثل ما انا بعرف عن حضرتك، تقول لي مين بدي تقول لي شو القصه، شو السبب اللي خلاك ترفض تتعامل؟ هي اولا المعامله، التعامل على الصعيد المادي، على صعيد الاحترام، على صعيد تقدير الممثل، في عده اسباب خلتني ما احب هاي الطريقه. في كتار من زملائنا عم يشتغلوا مرتاحين، مو معناها انا الصح، بجوز انا غلط، بس انا ما تقبلت الطريقه وما قدرت انسجم معه وما قدرت اتلائم معه وما قدرت اتقبله. فانا لقيت حالي مالي موجود هون وما بقدر اكون موجود هون. تمام. طب هلا اذا بدنا نحكي اكثر بفكره المسلسلات اللي انت عملتها، ضيوف على الحب اللي ذكرت لنا اياه مع الاستاذ فهد ميري، مخرج له اسمه له عده اعمال عاملها له تاريخه باول جانب. بالجانب الثاني في عنا يعني المخرج الشاب اللي كانت انطلاقته جديده، كمان تعاملت معه بشكل مجهول، السدير مسؤول. شو حسيت الفوارق؟ يعني اكيد في نشاط الشباب وروح الشباب والحيويه اللي ممكن تفيها السدير، بس بتحس انه مع مين اضمن كانت الحاله؟ كانت يعني كادارتك لك كممثل. هلا انا برتاح باداره فهد ميري، اولا لي تجارب سابقه معه
وبعرف انسجم معه وبعرف افهم عليه ويفهم علي. من هالناحية كنت مرتاح معه، وهو صديق كمان بالإضافة لأنه المخرج، في علاقة عائلية بيناتنا وأنا بحترمه وبحبه كتير وهو بيحترمني وبيحبني كتير، والعلاقة الفنية كانت كتير سهلة مثل ما قلت لك لأنه بنفهم على بعضنا. سدير مسعود حالة أخرى، سدير مسعود روح جديدة، ألق جديد، ذهنية جديدة خاصة حتى عن جيل الشباب. سدير مسعود يعني له خصوصية كتير، في شيء متقد ذهنيا، في حالة أقرب للعالمية بإدارته بفكره بذهنه برؤيته، فهذا واضح كان من خلال العمل الحقيقة. تمام. طيب أستاذ وضح لحتى نحكي نحن يعني كلام يكون دقيق 100%، كم مشهد أنت عملت بالضبط بقلبي؟ 8 8 مشاهد. 8 مشاهد. طيب اليوم ممكن يعني من النجوم يلي بسنك بسن حضرتك الفني طبعا نحن عم نحكي العمر يلي قضيته يرفضوا هيك، يقول انه انا ما بطلع بس هيك من مشاهد، انا قيمتي الفنيه اعلى، انا لازم اخذ دور اهم. شو رايك بهي الحاله؟ هلا شوف، معروفه هي المقوله انه ما في ممثل ما في دور كبير ودور صغير، في ممثل كبير وممثل صغير. انت ممكن من مشهدين تعمل شيء. انت حسيت حالك انك عملت هذا الشيء قيد مجهول؟ انا الى حد ما راضي عن نتيجه شغلي انا باداره السدير وكيف قدمني، الى حد ما انا رضيان، لانه انا نزلت ضمن قالب كتير جديد وكتير مهم، فانا كنت مبسوط اني موجود بهيك نتيجه. طيب اليوم لم يعني تم بقيد مجهول، ما حنحكي عنه لانه هو صار له يعني مضى عليه فتره، بس عم نحكي اكثر بتخصص، مثلا شخصيه استاذ باسل خياط او شخصيه استاذ عبد المنعم عمايري، حتى شخصيه استاذ فايز قزر، شخصيات الصبايا اللي كانوا موجودين هي مرعشي او كلهم كانوا كاركترات يعني فيهم الكثير من الزخم، زخم الحاله. شخصيتك كانت هي اكثر هدوءا، كان هذا الشيء متفق عليه مع سدير ولا لا؟ كنتوا انتوا انه هذا المناسب او انا ما بدي هي الشخصيه كثير تكون ضاهجه عشان يبينوا البقايا، ولا كيف كانت الحاله؟ يعني كانت بالاتفاق مع بعضنا، يعني انا والاستاذ سدير، انه هو هي حجمه الشخصيه، هي حجمها، يعني ما بيصير تنعطى أكثر من هيك. موجودة 1 2 3 4، أنت بتقدمها بشكل مقنع وحياتي وواقعي، وهذا المطلوب. تمام. أنا هذا رأيي يعني. تمام. طيب لنختم حديثنا عن قيد مجهول أو عن محور هذا العمل، كتير تردد أنه هو نهايته كانت مفتوحة، ما عرفنا شو رح يكون، القصة ما كملت بأذهان الناس، وتردد أنه ممكن يكون في جزء تاني. حضرتك من يعني احد صناع العمل، احد الموجودين بالعمل، في صح هذا الكلام ولا لسه ما بتعرف؟ هلا انا وصلني مثل ما وصل للناس الاخرين انه وارد كثير يكون في جزء ثاني، بس ما في شيء مثبت للان. انت بتأيد فكره في جزء ثاني ولا لا؟ انا مالي عارفان شلون بده يكون في جزء ثاني، ما فكريا ما اعرف كيف ممكن تنصاغ القصص، بس وارد يكون عندهم هنين طريقه مقنعه بانه يصير له جزء ثاني وتتمي لمعالجه الموضوع نفسه. ممكن، اما انا الحقيقه كمشاهد وقارئ ما بعرف كيف ممكن تصير هي القصه. طيب قلت لنا ما بتعرف كيف ممكن تصير، بس اليوم اذا كان القرار لك وطلب منك فرضا انه انت تكمل كتابه هذا العمل بجزء ثاني، شو يعني شو بيخطر للاستاذ وضح حلوم تكون كماله حاله قيد مجهول؟ مثلا بترجع بتورجينا عبد المنعم عمايري مرة تانية بشخصيته، ولا ممكن تورجينا بنته، أو ممكن تروح لمكان تاني، شو بتحب؟ أنا يعني بفضل تروح لمكان تاني تتمي لمعالجة الموضوع والحالة اللي طرحت مرضيا بس بغير شخص، مع أنه أنا عشقت عبد المنعم بأدائه طبعا، مثل ما عشقت باسل وعشقت كتار من زملائنا بالشغل، نظلي وكل الموجودين الحقيقة مرة عدون واحد عمل لك، حبيت كتير شغل عبد المنعم، كتير أقنعني، كتير أعجبت فيه وسحرني ببعض اللحظات، بس أنا إذا بدي أعالج الموضوع ما عاد بشوف إنه بقدر أعالجه مع عبد المنعم نفسه، يعني بدي يكون في شخص آخرين لنطرح أو نكمل معالجة المرض هذا اللي عم نحكي عنه. حلو هذا الكلام. طيب هلا رح نروح لحتى نعالج بس بمكان تاني، الا وهو الكمبيوتر. من فتره صغيره خلصتوا تصوير الجزء الثاني واعلن عنه. بالجزء الاول يعني اذا بدنا نحكي بعاميه
يعني هذا المسلسل بالتحديد صناعه نشروا غسيلا قدام العالم بقصة المشاكل والانتقادات بين كاتب استاذ حسام تحسين بيك بين استاذ سمير حسين المخرج وحتى بعض النجوم منهم الاستاذه سلاخ والاستاذه كيم دحنا. شو رح الجزء الثاني تم هيك برويه ولا ضل فيه مشاكل بالكواليس؟ لا تمت معالجه القضايا بشكل عام من كل النواحي بطريقه بعتقد مقبوله جدا، وبتصور النتائج رح تكون مختلفه كثير. يعني اذا تمت معالجته دراميا تمت معالجه العلاقات وشبك الشخوص مع بعضها والعلاقات، كل شيء صار في شيء جديد، في شيء بشد اكثر، في شيء مقنع اكثر. عدل على النص؟ اي طبعا كثير تعدل على النص كثير. طيب شخصيتك اللي هي رئيس كاراكون، رئيس الكاراكون، شو رح تكون تطوراتها؟ ممكن هلا هي ضلت مثل ما هي، شخصيتي مثل ما هي، بس تعالجت يعني المواضيع الاخرى، الخطوط الاخرى اللي ما لها علاقه بالكاراكون. العلاقات ما بين عزمي بيك وياسمين، ما بين عزمي بيك وزوجته الاولى، ما بين في مشكله كانت موجوده، خط كثير واضح وكثير قوي اللي هو شو بدي سميه، نسيت اسم الشخصية، الأعجر. هذا بده نفس الخط موجود بالجزء من وقت كنا عم نصور الجزء الأول، هذا من أحد الخطوط الشيقة اللي بتشد بدها تشد الناس، هذا كضل موجود مثل ما هو، وهذا الحقيقة علاقة الكراكون فيه. أنا ما تم تعديل على دوري. تمام. طب رح يكون شخصيتك إلى مشاهد أكثر من الجزء الأول ولا توازي؟ توازي الموضوع. طيب اليوم مثلاً لو كمان أستاذ وضاح حلون كان هو بده يعني بده يأجري تغييرات على الجزء الثاني للكندوش، شو ممكن مثلاً أنت تلغي، تخفض يعني كثافة حالة من الحالات كانوا موجودين؟ شو التغيير اللي بتحب تغيره؟ لأنه حضرتك أكيد شفت الانتقادات اللاذعة يعني لهذا العمل من قبل الجمهور، انه قصة الحرامي وطولتو هالسيرة، شو تغير؟ هو بس انا بكون حريص على انه تصير كثافة الاحداث اكثر، متلاحقة اكثر، ما يكون في مدة زمنية طويلة بين حدث والتاني او نفس الحدث عم يتكرر من دون معالجة مثل قصة الحرامي. بخلي في كثافة بالاحداث ومنطقية بمعالجتها. تمام. طيب هلأ نحن حكينا عن المسلسلات اللي حضرتك أنجزتها، حابين نعرف هلأ بما أنه يعني بهاي الفترة القادمة رح يكون بلش الأعمال ترجع، شفنا بقعة الضوء رجعت، خبرنا شو الشيء اللي عم يعرض عليك؟ عرض عليك بقعة الضوء؟ عرض عليك لسه المشاركة فيه أو تكون من التيم اللي بده يكون معهم ولا لا؟ يعني أنا بعرف أنه على الأغلب رح يعرض علي المشاركة بقعة الضوء، بس أنا خلصت من فترة قريبة عشارية اسمها عش الغراب، اخراج وليد درويش، كثير الى خصوصيات بقالب بوليسي شيق، انشغلت بطريقة السينما كونه وليد هو له اعمال سينمائية، هي اول عمل تلفزيوني له، وكمان في من روح الشباب الظريفة يعني، وان شاء الله هيك تلاقي النتائج المطلوبة والمرضية للناس على قد الجهد اللي عملناه، وكنت مستمتع بالشغل فيها كثير. حلو. طيب اذا قلت لي انت فكرة يعني صراحة ممكن تستفز الناس اللي حتحضر اللقاء، فانا حاستفز بداله من اسألك يا يعني ثقتك بانه رح يعرض عليك بقعة الضوء لانه لازم يعرض عليك، ولا لانه مثلا علاقتك جيدة للاستاذ ايمن رضا؟ ولا شيء، بس بعرف انذكر قدامي هيك شيء انه انت من الاسماء المطروحة. فما بعرف اذا بدنا نتفق، ما رح نتفق، رح كون فيه ما رح كون فيه، وارد ما نتفق لسه لانه ما صار اي حديث بالموضوع. شو الشيء اللي ممكن يخليك ما تتفق مع صناع بقعة الضوء، مع انه هو هذا المسلسل له يعني شهرة كبيرة وهو يعني مترسخ باذهان الناس، واي يعني كثير من الفنانين بيحبوا يشاركوا بهذا العمل، شو الشيء اللي ممكن يخليك ترفضه؟ اول شيء بدي اضمن انه يكون حضوري بالعمل موجود بشكل منيح. مشاركتين وخلاص، صلى الله وبارك. هاي اول واحدة، ما بغض النظر انه عن بدي ادوار رئيسية ولا لا، يعني ممكن يكون عدة لوحات بادوار مشاركة وفي لوحات بطولة ممكن. بدي اضمن هذا الحضور. تمام. واثنين ما بعرف اذا بنتفق على الناحية المادية. حلو. استاذ وضح بلقاءاتنا السابقة انت من النجوم
يلي يعني ما بيداروا فكرة انه العامل المادي جدا مهم، وبتقول انه لا انا لما بدي اشتغل مسلسل من شروطي الاولى والاساسية هي العامل المادي. مثلا ممكن تكون جريء للحظة بانك انت مثلا تذكر انه انا ما باخد اجر مادي اقل من هيك على مسلسل، ولا لا ما بتفضل اذكر ارقام؟ لا ابدا ما بذكر ارقام ولا رينج ولا شيء. لا لا ما بقرب على هذا الموضوع نهائيا. ليش بتخاف انه مثلا انا اذا قلت هلا يجيني عرض افضل؟ خاص هذا الامر خاص. لانه مو شرط حتى مو ثابت، مكان بيكون اجرك هيك، مكان تاني الدور عجبك كثير ممكن يكون اجرك اقل رغم انه الدور اكبر. بس بتقبل لانه الدور اغراك، الجهه اللي عم تعمل معها مريحه اكثر بالاضافه لاغراء الدور يعني. فما في شيء ثابت بالاجور، وانا هذا امر مثل ما عم اقول لك كثير خاص وشخصي ما بحب ينحكى فيه بالعام. حلو. طيب اذا بدنا نحكي باشياء تانية ما بعرف اذا هي كمان شخصيه ما بتحب تحكي فيها بالعام، نحن بنشوفكم على التلفزيون، بنشوفكم بالاعمال، بس دائما حاله النجوميه والشهره اللي انتم فيها وتسليط الضوء عليكم بتخلي الناس يعني هيك يكون عنده اغراء من ناحيه انه اعرف انا هذا الشخص كيف بيعيش حياته، مين رفقاته، مين رفقاتك اكثر شيء مثلا بالوسط، اكثر حدا مقرب عليك بتضل انت وياه سوا مثلا او تروح كثير تتواصل معه. هلا صفيان بسبب ظروف الازمه اللي مرقت وسفر كثير من الناس وعدم تواجدنا مع بعضنا باعمال كتار بعدنا عن بعضنا. مثل يعني في مثلا عبد المنعم عمايري من المقربين كتير لإلي، أيمن رضا من المقربين لإلي، سلاف فواخرجي وائل رمضان من المقربين لإلي، فراس إبراهيم من المقربين لإلي، في من الشباب الجداد وجدي عبيدو، في فراس حسن ممثل زمان كمان من المقربين لإلي، في كتار مسافرين هلا يعني حاجة اللي عديتهم. ما ذكرت عديلك بس مو عديلي بعامر العلي، نحن عائلة، نحن موجودين مع بعضنا، عامر صديقي وابن حماي، نحن عائلة واحدة. اي صح ابن حماك على مش عديلك ابن حماي عامر، علاقتنا كتير ظريفة ونحن أصدقاء وأخوة وأولاد عائلة واحدة يعني. إن شاء الله يا رب الله يخليكم على بعض لبعض دائما. بما أنه ذكرنا هاي العلاقات المادية، دائما بأي مرة بنلتقي فيها أنا وحضرتك بنجيب سيرة إنسان يعني هو كتير له بصمة كبيرة بالدراما، أكيد تعرفت مين هو، أستاذ نضال ساجدي. رفقتك فيه أنا بصراحة لأقول لك يا عويد يعني من خلال اللقاء كتير بحب أنه حضرتك تحكي لنا ذكرياتك معه، لأنه بحس أنه حرام ما نحكي عن هذا الإنسان، انخطف منا بعمر صغير بطريقة جدا بشعة، فبنحب رد نستذكره. لما قال لك هلأ نضال ساجدي يعني حتى هلأ أنا شايف مثلا عيونك هيك شوي يعني غرغروا مثل ما بيقولوا، شو بتتذكر؟ شو بتحس؟ رحمة الله عليه. هلا هو أول شيء قضاء وقدر، أكيد هذا قدره رحمة الله عليه. كنا نحن لصيقين بشكل يومي بمرحلة سنوات مع بعضنا، يعني حتى لو ما كنا عم نشتغل بنفس العمل تمام، بس مثلا عندنا فراغ نحن مع بعضنا نضل رايحين جاي. هو له اصدقاء كثير وانا لي اصدقاء بمعزل يعني عن بعضنا، بس صداقتكم بس نحن لصيقين مع بعضنا، وكنا معظم مشاويرنا ومشاريعنا مع بعضنا، سهرات، مواعيد، قعدات، لقاءات مع ناس ثانيين، فكل الوقت مع بعضنا. كنا انا ساكن بالعباسيين هو ساكن ببتوما، نجي من السهرة نوصل لعند مفترق ما بين بابتوما والعباسين نشوف أنه مزاجنا نروح يا لعنده يا لعندي، كأنه بيته بيتي وبيتي بيته. وصارت كتير مواقف كتير متنوعة مع بعضنا حضرناها سوا وصارت معنا سوا، ما راح أحكي عنها هلأ يعني، بس هو ما بيمرق يوم ما بيخطر على بالي نضال لحد اليوم. طبعا ما مرق يوم ما خطر على بالي ولا يوم، دائما موجود ببالي، ما في شيء ما بيذكرني فيه لنضال للآن. قدي صار سنوات على رحيله تعيش. بس هو الحقيقة حضوره كتير قوي بحياتي وبذاكرتي وبعقلي وبروحي. الله يرحمه يا رب. حديثك هاد ممكن يخلينا نرجع لفترة ماضية، هو من باب الاستغراب هذا السؤال بصراحة. أستاذ نضال ساجري مع الأستاذ باسم ياخور كان عندهم مشروع اسمه ضيعة ضايعة،
يلي هو كتير عمل صخب يعني عمل حالة جدا جميلة وقوية. ليش ما قال لك الأستاذ نضال إنه تكون معه بضيعة ضيعة أو قال لك ونحن ما بنعرف مثلا؟ لا قال لي أكيد بس ما لقيت حالي. شو الشخصية اللي عرضت عليه؟ يعني ضيوف ضيفتكم ومن الشخصيات الأساسية. أنا أولا كتار ما بيشوفوني بالمجال الكوميدي والحقيقة أنا ما كتير بشوف حالي بالمجال الكوميدي، مو بس الناس يعني والوسط. ليش؟ ما بيشوفوني ما أنت ليش ما بتشوف حالك؟ أولا مو روحي هذا الشيء، أنا بالحياة ممكن أمزح ونكت وكذا بس ألعب بالشغلة. لعبت بعض الأدوار الكوميدية بكان يا مكان بحلقات كاركترات ممكن أعمل هيك شيء كاركترات، بس الكوميديا بشكل عام أنا بتخوفني. بتخوفك؟ شوي. هي أخطر من الدراما لأنه هي بلحظة أنت بتروح باتجاه التهريج واللا مقبول أو باتجاه المهضوم مش ظريف شعرها هي. حلو. طيب أنا بلقاء كمان قبل لي أنا وياك سألتك أنه أنت مين كنت بتحب تعمل شخصية بقيد مجهول، شخصية أستاذ عبد المنعم أو شخصية أستاذ باسل، وحكيت لي هلأ رح أسألك سؤال ممكن يكون أغرب شوي ورجعك كمان للماضي. بأحد لقاءات الأستاذ فادي سبيه قال انه شخصية سلنجو الضيعة ضايعة ما كانت معروضة له بالاول، كانت معروضة على نجم قصي خولي، كانت معروضة على عدة اسماء بعدين اجت لعنده. مين بتشوف حالك كان ممكن تلعب دور بدال حدا من شخصيات ضيعة ضايعة؟ ولا شخصية. طب مين انت بتحب؟ ما لك بداله. كلهم حبيتهم. كلهم. كلهم حبيتهم، كل واحد اشتغل، كلهم حبيتهم، كل واحد اشتغل بطريقته وبشكل كتير جذاب وقريب للقلب. انت ما كنت تحب تكون متواجد بهذا العمل؟ بحب بس ما لقيت حالي فيه. ما لقيت حالي فيه. في اعمال تانية كانت هيك فيها نفس الحاله او يعني ما بدي انه نفس الحاله انه انت ما لقيت حالك فيه، هي اكيد شغله بتخص يعني معطياتك اللي انت بتقبل فيها الاعمال. بدي عمل لا انت كنت يعني يا ريت انا اللي عملت فيه البطوله، يا ريت انا اللي اخذت فيه هي الشخصيه. شو هذا المسلسل ممكن يكون؟ هي شخصيه عبد المنعم بقيد مجهول. غيره ما خاطر لي هلا. في مرأة اعمال التاريخية مثلا، مرأة اعمال مثلا بتحب مثلا الزير سالم مثلا؟ كثير شخصيات باعمال تاريخية تمنيت تكون موجود بس هلا مو حاضرة لبالي يعني. تمنيت تكون انا عامل على الدور. ايه حلو هذا الكلام. طيب بما انه كمان فتحنا موضوع الكوميديا، نجوم الكوميديا عندنا بسوريا ما شاء الله حولهم كتار، بس دائما عم يكون هلا بالفترة هي وحتى بالفترة الماضية اكيد يعني من زمن حضرتك ولهلا في مقارنة بين نجم الكوميديا السوري ونجم الكوميديا المصري. تمام. اليوم مثلا بدي تعطيني اسم بسوريا هو له اسم مقابل بمصر، يعني مثلا نحن بسوريا عندنا مثلا نجوم الكوميديا ممكن اذكر لك استاذ ايمن رضا، استاذ باسم ياخور، استاذ فادي صبيح. بمصر في مثلا احمد حلمي، محمد هنيدي، هالاسماء هاي مين بتحس انه هن هاد من هون وهاد من هون؟ ولا خطر لي بلحظه قارن بيناتهم. مو مقارنه بس انه هن موجودين ولا تقريب بيناتهم. ولا تقريب أكثر كل طيب. واحد اثنيناتهم بيضحكوني بمكان ما، اثنيناتهم بنفس السويه بس ما بشوف شيء بيشبه شيء على الاطلاق. حتى طبيعه الكوميديا السوريه والمواقف السوريه والمفارقات السوريه تختلف عن المصريه. كل وحده الى روح. انا برايي هذا بيضحكني بمكانه وهذا بيضحكني بمكانه، بيجذبني هون وبيجذبني هون. تمام. ما في اي تقريب او مقارنه او تشابه او تبادل اماكن. طيب بمصر على حدا مين اكثر حدا بيضحكك او بتحب تتابعه من الجيل القديم او الحالي او هلا حتى في جيل شباب جديد هلا ظهر على الساحه بقوه اذا كنت عم تتابع؟ هلا انا مو متابع كثير للاسف بس هنيدي بيضحكني. بحب له افلامه. حلو. وبسوريا؟ بسوريا كتار، ايمن رضا، باسم ياخور، نضال سيجري، سامية جزائري، امل عرفي، من الجيل اللي اجى بعد رنا شميس، اللي اشتغلوا بقعد ضوء معظمهم انا بلاقيهم كوميديين من طراز راقي. حلو هذا الكلام. طيب مثلا اليوم اذا بدنا نخيلك اجى لعندك منتج وقال لك انه انا واثق برايي الاستاذ وضاح حلوم وبدي اعمل مسلسل، تمام، وقال لك بس حط لي فكره عامه لهذا المسلسل حتى اعطيك لكاتب يعمل سيناريو تبعه، شو حابب يكون المسلسل؟ شو هلا بي يعني بالداخل
لحضرتك بأفكارك، شو حابب تعرض اليوم للمجتمع للناس من خلال المسلسل؟ نرجع الناس للمشاعر، نتجاوزوا الأزمات كلها اللي عم نمرق فيها، نذكر بعضنا بأنه في لسه أحاسيس ومشاعر تجاه بعضنا، ولازم نكون لبعضنا، لازم نحب بعضنا. الحب مثل أهل الغرام وسيرة الحب هاي؟ لا لا، مو علاقات حب. أوكي. علاقة إنسانية، حالات إنسانية، حالات فيها زخم من الحب الإنساني المطلق. علاقة البشر ببعضها تكون أحسن بكتير، ننتبه على بعضنا، نتعاضد بهيك ظروف، كل واحد يوقف جنب الثاني. هيك بحب يكون المسلسل. وبصراحة أستاذ وضاح، هاي الكلمات اللي أنت ذكرتها هلا هي فعليا عم تتجلى بلقائنا هلا. نحن عايشين حالة إنسانية كثير لطيفة معك، وما فينا نقول لك عليها غير شكرا كثير كبير إنك نورت كاميرا ليالينا ونورتني، وإن شاء الله ما كنت قلت عليك بهذا اللقاء وبأسئلتي فيه. شكرا لإلك، أنت ظريف كثير ومزوق ولطيف، وطرحك للأسئلة كثير هيك مقنع ومرضي، فشكرا لإلك واتمنى لك التوفيق، وشكرا ليالينا. شكرا كثير أستاذ الله. يا مرحبا.